عندهم يحلون بالالوان. انا شفت في مقطع يسوون زي كذا. يلا لا 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 لا, لا. هذه مية الوان صحيه للاكل. ايش قصدك؟ ماني فاهم. مالك صراحه؟ لا 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 هي. خليني. لا يا سلطان انا هجيب الالوان الصحيه للاكل. طيب هنا هي. واو هساعدك. واو دحين احنا جاهزين. يلا يلا حبدا باللون الازرق. انا وانا الاحمر. اجل انا يلا حبدا بالاحمر. يلا اصفر. هذا اللون الاخضر. ويلا خلصنا. يلا يلا الحين حنخلطه. واو غامق. يلا ازرق بدا يصير احمر مره غامق. جايز واو شوفوا. واو واو صار زي دم. هنا فاتح شوي غامق. ايش الاندومي هذا؟ شوفي واو هذا ايش هذا؟ لسه ما سويت. لسه حسويه دحين. يلا ابدا. يلا نبدا بالاخضر. بدا يصير نبدا باللون الاصفر. بدا يصير اصفر. اصفر اصفر بس هذا شوي فاتح زيزوز. واو اللون الاصفر بس ما يبقى مره مره. شوف حقي الاخضر شلته كامل. واو يلا نخلطه. واو اهلا دومي ريمبو. يلا نبدا. واو حلو. حلو حلو دور الاحمر دور الازرق. واو زي الكيكة كأنه. واو ريمبو. يلا نجرب حقي. انا حجرب الاحمر. انا الازرق. بسم الله الرحمن الرحيم. الازرق يا سلطان. انا حجرب الاخضر. اصفر. شو يعني احلى؟ ايه احلى الاخضر؟ ايوه نايلة ايش احلى؟ الاصفر؟ عشان هنا زودت انت الصبغة. نايلة نخلطه. يلا لا مو زي تشيلين زي كذا. سرهم واحدة بيس جوتها هنا احمرينا زرقينا. لا تنسون تحطوا اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس وباي.